اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، كل الشكر والتقدير لزميل طلال ماجد والزملاء اللي موجودين معاه في موقع يوم البحر. اهلا فيك مره ثانيه فاطمه. اهلا فيك سعد. اكيد معنا اليوم ضيف مميز راح نتعرف عليه، الاستاذ راشد الحجي رئيس فريق عدسه البيئه. مساك الله بالخير. الله بالنور، يا حياكم الله. انا سعيد اصلا بهذا البرنامج ولقائكم. اهلا وسهلا فيك ابو خالد. يا هلا والله. قبل ان نتكلم على يعني الفريق عدسه الطيور، احنا موجودين في حولي، قبل الحبال في موجود بحولي هني. طبعا الحبال هاي حولي هذه كانت مثل ما تقول اكثر منطقه اللي اللي كانوا الشعب، اللي اكثر ناس كانوا بالشعب بالدسمه بالدعيه هناك. كل التكود هني كان حدائق، يعني نادر ما حد يوصل هني او السره. الاشياء الصعبه يجونها هني، لكن الحبال في كل مناطق الكويت الداخليه قبل. يعني اخر طير صورته قبل لا تي هني استاذ راشد؟ والله المغرب. انا ساعه قاعد اسولف بما ان مد عالي مو طير، الاف الطيور، يمكن تقريبا 5000 طير مع بعض في غرب صليبيخات او شرق صليبيخات يسمونها البحريه هذه في المغرب امس. وانا حاليا بعد برنامج ان شاء الله راح اتوجه الى هنا. اول يعني المد العالي هم يخلي تجمعهم كذي، المد العالي دز طيور البحر كلها حق الساحل فيتجمعون عند اخر نقطه من مستشفى الولاده الى صليبيخات. هذه المنطقه يكون فيها الاف مؤلف. واشهر طير هناك طبعا احلى طير واشهر طير الفلامينغو. استاذ راشد، سمعنا عن موضوع العقاب اللي طلع من محمية الجهرة ووصل روسيا ورجع مرة ثانية محمية الجهرة، نتكلم شوي عن هالموضوع. هذا العقبان طبعا حتى بتاريخ الكويتي يون دائما، احنا كنا نعرف يون بالجهرة ويقعدون فترة تقريبا 5 شهور. فهل هذه كل سنة يون ما يون؟ في دول مثل الإمارات السعودية جابوا هذا الجهاز وعرفوا حركاته. احنا كنا تقريبا من 15 سنة نحاول ناخذ الخبرة هذه، إلى أن حصلنا دعم من مؤسسة الكويت تقدم العلمي، شروا لنا أجهزة. هذه الأجهزة واتفقنا مع خبراء من برا أن يركبون الأجهزة ويتابعون الموقع. فبدينا التجربة ب 2020، حطيناها على 3 عقبان، عقبان 2 منقط نفس هذا وواحد باديا. اللي حصل أن هذا اللي هو الأكبر واحد صاحب الخبرة راح في شهر 3 إلى روسيا، واحنا طبعا تتبعه. رجع في 2020 مرة ثانية الجهرة شهر 10. راح 21 شهر 3 إلى روسيا. رجع ب 21 إلى الجهرة شهر 9. راح مرة ثانية روسيا، وثالث مرة هني الجهرة. شنو تستفيدون من التتبع كمهتمين في الطيور الأستاذ راشد؟ هي عالميا أو ككويت؟ الكويت طبعا احنا ككويت يهمنا ان الاماكن هاي تقعد، هاي السياحه بالعالم هو مهدد بالانقراض. هذا ممكن نسوي سياحه بيئيه حق الطيور، يجون ناس من العالم يصورون الطير ويشوفونه مستعدين يدفعون فلوس، ويعني سياحه بيئيه. هاي بالنسبه حق الكويت، بالنسبه حق العالم يعرفون مخاطر الطير تحصل له. احد المخاطر واحد من العقبان، طبعا احنا توسعنا بهذه صار عندنا 11 عقاب وتنوعنا بالعقبان. احدهم واحد مات بالاسلاك الكهربائيه بايران. واحد ثاني قبل اسبوعين ثلاثه صايدينه باليمن، شفنا تحرك باليمن بالبيت الجهاز. فهذا دليل ان الجهاز صار عند واحد مع الطير. طلع على الخط السريع وراح صنعه ورجع. الجهاز اذا عند واحد. فتصير ما يعني نعرف. بس العقبان استاذ راشد يعني حاطين طير ثاني بعد بالكم؟ اول شيء خذينا العقبان، بعدين اخذنا النوارس اللي هي يفرخون في جزيره كبر اذا تعرف. كل سنه يفرخون. حطينا العام اللي هي سنه هذه 22 بالصيف 10 جزء. اطلعوا تقريبا من شهر 8-9 كلهم راحوا. الحين بعضهم عندي خرائط، واحد منهم بكراتشي باكستان، واحد منهم بالهند، واحد فقاعد نتتبع من شهر 6 للحين. عندنا ثالث بعد طيور القمري حمام البر ركبناهم بالتعاون مع البحرين، واحد عندنا محجب، ركبنا 3 أجهزة على 3 طيور قمري بالبحرين. بعد هذه الرحلات شنو اللي لاحظتوه على طائر العقاب؟ قبل اول شيء تاكدنا ان هذا ثالث مره يجي وهذا المكان، فحاليا نحاول نحمي المكان هذا من الصيادين من الزوار. فكل سنه قاعد يزيدون اعدادهم تقريبا، الحين بعد الحمايه السنه تقريبا 12 واحد عدينا. يصير في اختلاف بعضهم يعني انواع ما انواع، لكن
في ازدياد وفي حمايه ان نوفر لهم الحمايه في هذا المكان. على فكره يعني الاستاذ راشد يعني انت يعني من عمر مهتم في يعني ورئيس فريق عدسه البيئه الكويتيه للطيور، يعني هل في طير اختفى من الكويت؟ وايد يعني مو طيور اختفاء كلي ماكو، بس مثل ما قلنا الحباري كانت تفرخ بالكويت انتهت. الفلامينغو اللي نشوفها كان يفرخ بالكويت. البجع كان يفرخ في بوبيان. القطه كان وايد ياكلون حتى بيض القطه. ففي طيور قلت يعني شيء رهيب نزل مستواها. وبالعكس في بعض الطيور النادره زادت استوطنت الكويت، يعني استوطنت بعضها مثل دجاج الماء وما الدجاج الماء الرفراف الصائد السمك، في بعضهم زادت اعدادهم بس هذه نسبه قليله يعني مو وايد. الدعم اللي حصل الفريق من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإشراف الهيئة العامة للبيئة، شلون كان هذا الدعم منهم؟ والله هم السبب اللي عطونا الروح اللي نبدأ، يعني قالوا لنا أول عمل معهم سوينا معهم سلسلة أفلام، تقدرون تدشون الحين عدسة البيئة في سلسلة أفلام بيئية. كنا على بنا نسوي 10 أفلام بيئية وننشرها على اليوتيوب، سوينا للحين 8. ندرس طلبة، كنا ندرس طلبة الثانوية السنة تونا الحين ندرس طلبة الجامعة، نعلمهم تصوير وخبرة وهم ناخذ منهم دعم، أشياء كثيرة يعني الدعم المادي والمعنوي من مؤسسة التقدم العلمي هي الذراع الأولى. الهيئة العامة للبيئة وفرت لنا كل الدعم المعنوي اللي هو تراخيص دخول محميات هذا هم. فالشباب الكويتي إذا حصل الدعم راح يبدع، عندنا مشاريع كبيرة يعني سويناها ولا زال عندنا أفكار راح نسويها إن شاء الله. على فكرة أستاذ راشد يعني شنو المطلوب في يعني المصور الطيور؟ هل المطلوب إنه يعرف رزنامة يعني الطيور الهجرة والعودة مرة ثانية بالكويت مثلا؟ شيء مهم إنه اللي يبي يصور لازم يعرف سلوكيات الطير، يعني مثل ما قلت لك المد العالي إذا رحت الحين اليوم الحين حق ساحة الصليبخات راح تستمتع بالتصوير، راح تلقى آلاف الطيور آلاف الأشياء، لكن إذا أنت ما تدري رحت الصبح ما راح تحصل ولا شيء أو مسافة بعيدة ما تصور. فالخبرة لازم أن متى أروح وأي وقت أي شهر طيور الربيع العبان، يعني لازم يكون عندك خبرة، غير هذا راح تمل وتترك الشغلة. صح. الطيور تتنقل من مكان لمكان ولها مواسم معينة، متى يبدأ موسم هجرة الطيور هذه؟ الطيور في طيور مهاجرة تمرنا بالكويت ترانزيت اللي هي مواسم الهجرة بالخريف والربيع، وتكثر هذه اللي رايحة الصيف الحين يوم من أوروبا فارخين يروحون أفريقيا، وبالربيع بالعكس يروحون أوروبا، هاي يسمونها طيور مهاجرة. عندنا طيور عكسية الهجرة تينا من أندونيسيا اللي تونا بقول لكم خراشن تينا بالصيف تقعد في جزيرة كبار وبوبيان بالصيف غير الطيور المهاجرة. وفي عندنا الايام هذه يسمونها طيور شتويه زائره شتويه، طيور البحر ما البحر الحين تلقاها على ساحل الصليبخات هالاماكن. فما في شيء اسمه يعني طيور مهاجر، في اشياء متنوعه وفي طيور مقيمه طول السنه. موثقين طيور الكويت يعني او قاعد يسوون معارض بحيث انه والله طول السنه الطيور الموجوده بالكويت استاذ راشد؟ في معارض في جهات معينه، جمعيه البيئه مثلا، فريق طيور ما عد الطيور، في كذا فريق كل واحد عنده جهود. يعني في واحد يوثق هذه الاشياء اذا شفت طير جديد ولا شيء، المهندس عبد الرحمن السرحان الله بالخير نسلم عليه هو المختص في تجميع هذه الطيور، منو شاف طير جديد اعداد وعنده قائمه رسميه باعداد الطيور وكم مره شافوها وكم مره مروا. وهذا تتبع هذا الجهد كان يقومون فيه البريطانيين من قبل 120 سنة من سنة أول تتبع يمكن حق الطيور سنة 1900 يعني قبل 2000 قبل 1800 قصدي قبل 1900 يعني قبل 120 سنة. فكانوا البريطانيين يتبعون الطيور وأعداد الطيور، الحين الفريق الكويتي كلهم اللي كملوا المهمة هذه. أستاذ راشد بما أنك خبير بهذا النوع من الطيور، شلون نقدر نحمي الطيور من الانقراض؟ بالثقافة البيئية، يعني قوانين البيئية قوية عندنا وايد، ويعني نحتاج توعية بيئية. أنا دائما أركز على المساجد اللي يروحونها، حرمة القتل، الناس نشوفها تقتل يقول كي حلال أكل طير، بس هل إحنا محتاجين أن نقتل الطير عشان ناكل أو أذبح لي 100 طير علشان أنا أكل؟ يعني ما أدري هذه تحتاج فتوى أو توعية بدون فتوى. هذا اللي نحتاجه إحنا بس كقوانين موجودة وتطبيق القوانين.
في تور خلاص يعني يعني كانت يعني مهاجرة وردت استوطنت بالكويت ما طلعت مرة من عندها مرة ثانية. هذا مثل طيور البحيرات اللي هو المستنقعات المائية ما كانت قبل اللي هو طيور الماء وايد حلوة. في الدجاجة السلطانية الزرقاء الكبيرة حين استوطنت أي. الدجاجة المنقارها أبيض دجاجة ثانية يعني كذا طير الغطاس الصغير في طيور تقريبا 10-15 استوطنت في الأماكن اللي فيها ماء وحماية ما كانت قبل مهاجره. ايش كثر يعني هل في اوقات معينه تطلعون فيها مثلا يعني هل يعني شق النور او الفير يعني هل هذا يعتبر يعني وقت مناسب لكم؟ يعتمد يعتمد بالصيف نروح الفير بالشتاء نروح العصر القريب المغرب الظهر يعتمد على مواسم الطيور اما البحر فيعتمد على مواسم المد والجزر. انا صار فيني فضول اعرف المده اللي طلع فيها طائر العقاب من محميه الجهره لروسيا ورجع مره ثانيه. هي المسافة تقريبا 4,000-5,000 كيلو إذا قلنا يقطع باليوم 250 يرتاح يعني تقريبا هي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع يوصل لهناك قبلها يمرن جسمه يأكل وايد يشحن ما يحتاج يأكل بالطريق فيمرن جسمه ويطير بعدين شهر. هذا هني هذا خط ماله خط هجرته اللي مشى فيه طبعا يحاول يروح بحيرات أهم شيء عنده يشرب ماء بس غير الأكل مو مهم يأكل فيقطع في روسيا لاحظنا بروسيا يتنقل يعني بالكويت يقعد محمية الجارة فقط بيروح شوية كيلوين ثلاثة أما بروسيا يتنقل مئات الكيلوات مرة يقعد بحيرة هذه يروح بحيرة هاي بحيرة هذه إذا علميا هو مستقر في الكويت أكثر ما مستقر روسيا يعني حتى في محمية الجارة يقعد 5 شهور ويروح رحلة شهر أما بروسيا يتنقل التتبع فقط ولا مثلا الوزن يعني مثلا أي الكويت تعبان هنا يصير راهي ويرد مرة ثانية يعني هالمسافة هذه؟ لا لا هو في حالة الهجرة قبل لا يهاجر يحتاج أن يكون طبقة دهنية كبيرة فيأكل بشراهة كل الطيور مو بس له حتى الزعرة يشوفونها شهر 9 مشحمة ليش مشحمة؟ لأنها مخزون عشان تهاجر فلما تصيدها بنص مو بالهجرة راح تكون ضعيفة ما فيها الدهن هذا اي نعم فهذا مخزون حق الهجرة. شنو الصورة اللي ما زلت محتفظ فيها وتحس انه يعني هالصورة هذه يعني فعلا يعني صورة راشد الحجي؟ والله ما اقدر احدد لك يعني انا كل يوم كل يوم شيء جديد عندي ما اقدر اقول لك شيء قديم محتفظ فيه بس مو بس الطيور اللي احبها اللي هي التفال قطو البري هذا اللي كان نادر مرة واحدة شفته بحياتي يعني هذا فصورت هذا اللي اعتز فيه صور النادرة الكويتية. نشكر تواجدك معنا استاذ راشد الحجي استمتعنا اكيد بالنقاش معك وننتقل حاليا لزميلنا طلال الماجد من قرية يوم البحر. الله يعطيك الصحة والعافية استاذ راشد شكرا جزيلا.